أهلا بكم من جديد. اعترف التحالف الدولي باستخدامه لسلاح الفسفور الأبيض المحرم دوليا في الرقة، لكنه برر ذلك باستخدامه لأغراض الإنارة وتحديد العلامات والتمويه فقط وليس ضد المدنيين. نتابع. لأسلحة الموت درجات ولو كانت النتيجة واحدة، والسوريون كان لهم تجربة شخصية مع أغلب تلك الأسلحة، حتى تلك التي تصنف دوليا بالأسلحة المحرمة كقنابل الفسفور الأبيض هذه التي أثار استخدامها في مدينة الرقة جدلا واسعا. وكالة أعماق التابعة لتنظيم الدولة، فضلا عن صفحات توثق المشهد الميداني هناك كصفحة الرقة تذبح بصمت، أكدت استخدام هذا النوع من الأسلحة من قبل التحالف الدولي الذي اعترف، أي التحالف الدولي، بامتلاك هذه الأسلحة واستخدامها، لكن ليس ضد المدنيين وإنما لإنشاء شاشات الدخان والتعتيم ووضع علامات. ومع غياب الإعلام بشكل شبه كلي عن مدينة الرقة، فإن الحقيقة تبقى منقوصة، لكن الواضح أن استخدام التحالف الدولي المفرط لسلاح الجو هدفه إرسال رسالة أن المعركة صعبة، في حين أن وكالة آكي الإيطالية قالت إن المدينة بحكم المنطقة الساقطة عسكريا بعد محاصرتها من ثلاث جهات، وهو ما يفسر ربما سرعة سيطرة ميليشيا قوات سوريا الديمقراطية على عدة أحياء في شرق المدينة وغربها. أناقش هذا الملف مع ضيفي الدكتور رضوان زيادة كبير الباحثين في المركز العربي في واشنطن ضيفي من هناك، وسيادة العميد هشام خلسات المحلل العسكري والاستراتيجي ضيفي من العاصمة الأردنية عمان. أهلا بكما دكتور رضوان زيادة. ردود الفعل جراء استخدام التحالف الدولي واعترافه باستخدام الفسفور في معركة الرقة؟ يعني هناك الكثير الآن من النقاط التي أثيرت مع استلام الرئيس ترامب لسدة البيت الأبيض هنا في واشنطن. نعم. بمعنى إعطائه الصلاحيات للقادة الميدانيين على الأرض في تحديد الأهداف وفي إطلاقها، ازداد عدد الضحايا المدنيين بشكل كبير في الموصل وفي إدلب وفي الرقة، وبالتالي هناك شكوك كبيرة. الآن أتى استخدام سلاح الفوسفور الأبيض ليؤكد بشكل أو بآخر على أن الولايات المتحدة تريد تحرير الرقة من قبضة داعش بأي ثمن. وأعتقد أن هذه ليست، يفترض أن لا تكون أخلاقيات الجيش الأمريكي الذي يزعم أنه دائما يضع احترام حقوق الإنسان واحترام المدنيين كأولوية له، وأنه لا يضحي بذلك مهما كانت وحشية الخصم أو وحشية العدو. وبالتالي ما جرى من استخدام الفوسفور الأبيض بالرغم من التبرير الأمريكي بأنه لا يستهدف المدنيين، يثير المزيد من الأسئلة حول الهدف من المعركة وحول تقريبا طريقة أداء التحالف الدولي في سوريا. طيب سيادة العميد، التحالف ببرر بيتحدث أنه استخدام الفوسفور لثلاث عمليات: التمويه والإنارة وتحديد المواقع فقط. أولا يجب أن نعلم بأن هذا الفسفور والفسفور الأبيض هو مادة شمعية صفراء ميالة إلى اللون الأبيض، وهي مادة محرمة دوليا، وهي تصنع من الفوسفات، وهي مادة إذا تفاعلت مع الأكسجين تصبح حرارتها 475 مئوي، وتقوم بإذابة اللحم وإبقاء العظم. أما الكتلة الملتهبة من البخار السام فهي كما حدثت في الفلوجة وكما حدثت في غزة تقوم بتشويه الأجنة، وهي إذا ما استنشقها الإنسان تقوم بالفتك بالأجهزة التنفس وحتى تقوم بإذابة الفك. لذلك هي مادة تختلف، ليس هذا الفسفور، هنالك قنابل إنارة لدى الولايات المتحدة قادرة على الإضاءة من ساعة إلى ثلاثة ساعات، تقذفها المدفعية أو الطائرات ويكون لها باراشوت وتطير بحدود 45 دقيقة. لكن ما هي الأسباب التي استخدموا هذا القصف؟ نعم. الإجرامي، وهي هنالك أسباب واضحة. أولا يجب أن نعلم بأن السؤال الذي يطرح نفسه في هذه الحلقة تحديدا، لماذا إلى أين ستؤول الرقة إذا ما تم تحريرها وسيتم تحريرها من داعش؟ والجواب بكل بساطة ستؤول إلى روج، إلى إقليم روج. لماذا؟ لأن صالح مسلم، ونحن لا نتحامل عليه ولكن يجب أن نكون موضوعيين، اجتمع مع أربعة من ضباط السي آي إيه أحدهما برتبة جنرال من قيادة المنطقة الوسطى العسكرية، اجتمعوا معه لمدة أربع ساعات واتفقوا معه على أن يزودهم باثنا عشر ألف مقاتل من خيرة المقاتلين من قوات قصد على أن يقوموا بتسليمه
الرقة، ولكن شكى لهم مرشح وقال لهم بأن العرب الموجودين في الرقة ينظرون إلى المكون الكردي الذي سيدخل، وليس كل الأكراد، الذي سيدخل الرقة بأنه عدو، بل أن داعش هي أفضل منه. وبناء عليه نصحهم بأن يقصفوا قصفا همجيا ليشجعوهم على الهجرة. والنقطة الثانية، وأنا أنفي وأنا أنقض كل ما يقول بوسائل الإعلام بأن المعركة هي وشيكة. أنا تعاملت مع الأمريكان 33 عاما، التعبئة القتالية لدى الأمريكان إذا قمت باستخدام، إذا طبعا خبرتهم طويلة في أفغانستان، خبرتهم طويلة في العراق، يتجنبون قتال المدن حتى لا يقع خسائر، لأن القوات التي تحاصر الرقة 12,000 غير كافية. وبالتالي يضربون هذه المادة لإجبار السكان على التهجير، ومن ثم الإتيان بشبيحة يقبلون الإقليم روج آبا المقبل على الثوار. طيب ماشي دكتور رضوان، إذا كانت الولايات المتحدة الأمريكية عراب التحالف الدولي تريد نصرا بأي وسيلة وبأي شكل، وحتى لو كلفها بأن تقيم الأرض وتقعدها في الرقة، السؤال الأهم من ذلك كله بأنه هي هدفها تحرير الرقة، ليس هدفها تنظيم الدولة على وجه الخصوص، يعني فتحت المنطقة الجنوبية لهروب تنظيم الدولة منه. هناك حديث بين تسليم هذه تسليم المنطقة من داعش إلى الكرد إلى قسد، وهذا ما سيتم وما سيحدث. يعني هناك قضيتين، الأولى أنه فيما يتعلق إذا ما سمحت الولايات المتحدة في خروج آمن لمقاتلي داعش إلى الجنوب إلى تدمر، أعتقد الولايات المتحدة تنفي ذلك، وأنها تقول أنها كما قال وزير الدفاع الأمريكي بأنها لا تريد نقل مقاتلي داعش من منطقة إلى أخرى، وبالتالي تمديد أو توسيع رقعة المقاتلين، لأنه بالنهاية هؤلاء المقاتلين سوف ما زالوا سوف يشكلوا خطر على السوريين وعلى الولايات المتحدة بشكل أو بآخر. وبالتالي الولايات المتحدة أخذت قرارا تقريبا للحصار والإطباق عليهم بشكل أو بآخر من الرقة. النقطة الأخرى، إلى الآن سؤال طبعا من سوف يحكم الرقة بعد تحريرها من داعش، للأسف هو سؤال تقريبا محبط للغاية، لأن الولايات المتحدة تجاهلت كل دعوات المعارضة السورية وحتى الباحثين المستقلين والخبراء، وتجاهلت دعوات الحكومة التركية بأن هذه المنطقة هي منطقة عربية خالصة لا يوجد أي تواجد كردي، وبالتالي إعطاء سيطرة الأكراد عليها مجددا من خلال ما يسمى مجلس محلي، كما وجدنا ذلك في المجلس المحلي في منبج الذي يشكل تقريبا غالبية من الأكراد، هو ضربة أخرى وإشارة أخرى أننا مقبلون على تقسيم سوريا. تقوية الأكراد ودعمهم، ولا أقول كل الأكراد، ليس من المجلس الوطني الكردي، وإنما وحدات الحماية الكردية أو حزب الاتحاد الديمقراطي الذي لديها أجندة ليست سورية، لديه أجندة في حكم كردي ذاتي يكرر ما جرى في العراق، بالرغم من أن وضعية الكرد في سوريا مختلفين تماما عن وضعهم وعن ديمغرافيتهم في العراق. وبالتالي الولايات المتحدة دعمتهم، وأعتقد أن سوف يكون ثمن ذلك استمرار اللا استقرار في الرقة وفي سوريا بشكل أو بآخر، لأنه لا أعتقد أن غالبية القبائل العربية سوف تقبل بالحكم الكردي والتواجد الكردي كما حكموا في المناطق التي يدعونها مناطق حكم ذاتي. نعم سيادة العميد، هل ستطول معركة الرقة أم لا؟ تستبعد ذلك، سيكون هناك تسليم للمنطقة؟ نعم أود أن أضرب لك مثالا بسيطا، أنها ستطول، طبعا ستطول المعركة. أولا يعني يجب أن نقول أنها من شمال إلى جنوب بالسنتيمتر الواحد هي 4 كيلو و200 متر عرض الرقة من شمال للجنوب، أما من الشرق إلى الغرب فهي 9,575 متر بالتمام. هناك 2,200 داعشي موجودين من أصل 8,000 موجودين الآن، وهناك 1,200 مفخخة. الآن أضرب لك مثالا بسيطا لنعود 400 كيلو متر إلى الموصل. الموصل بقي منها موصل القديمة 4 أحياء لا غير، 3%، 279 داعشي يضرب عليهم طوق 4 فرق مدرعة، الجيش سوريا بالكامل لا يوجد فيها فرقة مدرعة كاملة، لا للنظام ولا للروس ولا للحشد الشيعي الشعب الصفوي، 4 فرق مدرعة و 105,000 مقاتل لا يستطيعون أن يدخلوا 4 أحياء يضرب عليهم طوق 279، فما بالك الرقة 12,000 لا يستطيعون حسم معركة الرقة، سيجروهم إلى معركة مركز الرقة، مسجد يدعى مسجد الفواز، وهذا المسجد هو بالمركز، يبعد عن الحي، يبعد عن حي الرمان
الأرمنية أو الرومانية، هذا الحي الرومانية يبعد عنه حوالي 5 كيلو، أنت تتكلم عن كل سنتيمتر سيقع به مئات القتلى. الجيش الأمريكي يحتاج إلى أقل شيء 70,000 إلى 80,000، هذه معادلة. انظر إلى الرقة ولا زالت معركة الرقة 9 شهور، هذه المعركة تطول. من قال أنهم لن يسمحوا لهم؟ لأنهم يريدوا أن يدمر الرقة. هنالك إعادة إعمار، إعادة إعمار 6 مليارات دولار سيتم إعادة الإعمار. من سيدفعها؟ من سيأخذها؟ من سيبني؟ من أصل 391 مليار إعمار سوريا 6 مليارات ستذهب. إذا أمريكا ستدمر الرقة، خطة غروزني نقلوها من أجل أن يعيدوا إعمارها ويهجروها وينقلوا شبيحة يقبلون بالمكون الكردي. لا، لماذا هنالك لبس لدى بعض الأخوة السوريين من سيأخذها؟ أنا أقول له وأريحه بهذه الحلقة، ستذهب إلى إقليم روج آفا، لأنه ليس المهم أن يحتج سوريا، المهم يحتج ويسجو بيدين، لكن هي ستذهب إلى هناك أكثر من الاحتجاج ماذا بوسعك أن تفعل. هذه طيب. حقيقة يعني. شكرا لك سيادة العميد هشام خريسات المحلل العسكري استراتيجي ضيفي من عمان. شكرا موصول الدكتور رضوان زيادة كبير الباحثين في المركز العربي في واشنطن، ضيفي من هناك من واشنطن. شكرا لكم أيها الأفاضل، رمضان كريم.